فوائد المشمش عديدة ومتنوعة. يجلب الصيف معه ثمار المشمش وفوائدها المشرقة الغنية، ولون المشمش البرتقالي يدل على غناه بالعديد من المواد الغذائية المفيدة. تعد فاكهة المشمش من الفاكهة الصيفية ذات الطعم اللذيذ، والتي تمد الجسم بالعديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تجعل المشمش مفيداً لصحة الجسم. سنتعرف في هذا الفيديو على السعرات الحرارية في المشمش وفوائد المشمش. يعد المشمش أحد الفواكه المغذية ذات الفوائد العديدة، إذ يحتوي على مضادات الأكسدة والبيتا كاروتين والألياف الغذائية والعديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، وأشهرها البوتاسيوم وفيتامين جيم، حيث تحتوي الحبتان المتوسطتان من المشمش أو ما يقارب 70 غرام منه على ما يلي. السعرات الحرارية في المشمش 34 سعرة حرارية. الكربوهيدرات 8 جرام. الدهون 0.27 غرام. الألياف 1.5 غرام. فيتامين ألف 8% من الكمية الموصى بها يوميا. فيتامين سي 8% من الكمية الموصى بها يوميا. فيتامين ه 4% من الكمية الموصى بها يوميا. البوتاسيوم 4% من الكمية الموصى بها يوميا. مضادات الأكسدة مثل البيتا كاروتين واللوتين والزياكسانثين. إن فوائد المشمش الصحية الهامة للجسم عديدة ومتنوعة، وهي كالتالي: 1- تعزيز صحة القلب. يعد المشمش مفيداً لصحة القلب وجهاز الدوران، وذلك للأسباب الآتية: محتواه العالي بمضادات الأكسدة القوية مثل فيتامين ألف وفيتامين جيم، وهي مهمة لمحاربة الجذور الحرة وحماية الخلايا من التلف وتعزيز صحة القلب والحماية من التجلطات والسكتات. يحتوي على الألياف التي تساعد على تقليل نسبة الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد، مما يجعل له دور كبير في تعزيز صحة الشرايين بشكل كبير وتقليل الإصابة بالجلطات وارتفاع الكوليسترول. يحتوي على البوتاسيوم، مهمة لتنظيم عمل القلب وانقباض عضلته والمساعدة على ارتخاء الشرايين والأوعية، وبالتالي له دور كبير في تنظيم ضغط الدم وإبقائه ضمن الطبيعي. 2- تعزيز صحة العيون. المشمش غني جدا بالبيتا كاروتين وفيتامين ألف، وهما من مضادات الأكسدة القوية والمهمة جدا لحماية العين وخلايا الجسم من الجذور الحرة، ونقصهما قد يسبب العشاء الليلية. كما أن لتناول الفواكه بشكل عام والمشمش بشكل خاص دور كبير في تقليل نسبة إصابة كبار السن بالضمور البقعي المرتبط بالعمر. 3- تعزيز صحة الجهاز الهضمي. يحتوي المشمش على أنواع من الألياف قابلة للذوبان في الماء مثل البكتين، وغير القابلة للذوبان مثل السيلولوز، التي تعزز من صحة الجهاز الهضمي، حيث أنها تعمل على تنظم حركة الطعام في الأمعاء، تعزز من عمل البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي، الوقاية من سرطان القولون. كما أن عصير المشمش يعالج الإمساك للرضع والبالغين. 4- الوقاية من فقر الدم. يقدم المشمش بأنواعه المختلفة الطازج منها والمجفف مثل قمر الدين الفوائد الآتية: مصدر غني للحديد والمهم جدا لعمل الهيموجلوبين وخلايا الدم الحمراء في الجسم والوقاية من فقر الدم، مصدر غني جدا لفيتامين جيم والذي يعمل على تحسين امتصاص الحديد في الجسم والاستفادة منه. 5- جعل البشرة وردية ومشرقة. مضادات الأكسدة التي يحويها المشمش وبالذات فيتامين ألف وفيتامين ه وفيتامين جيم تساعد على زيادة البشرة جمالا وإشراقا، ومحاربة علامات الشيخوخة والتجاعيد، وحمايتها من الأشعة فوق البنفسجية وتحسين مرونتها. كما يدخل المشمش وأقنعته في علاج حب الشباب والتخلص منه، بالإضافة إلى أن المشمش يحتوي على نسبة عالية من الماء، لذا فهو يساعد أيضا على ترطيب البشرة. 6- تعزيز وتقوية صحة العظام. من فوائد المشمش أنه يحتوي على كميات جيدة من جميع المعادن مثل
الكالسيوم والفوسفوري والمنغنيز والحديد والنحاس الضرورية لنمو العظام ووقايتها من الترقق والهشاشة. 7. تخفيف الالتهاب. للمشمش خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد على تنظيم مستوى درجة حرارة الجسم أثناء المرض، كما يمكن أن يقلل الالتهاب في أجزاء أخرى من الجسم، وخاصة في حالات التهاب المفاصل والنقرس. 8. فوائد المشمش للرجال. يعد المشمش من الفواكه الصيفية المفيدة للصحة الجنسية لدى الرجال، ومنها تحسين انتصاب العضو الذكري لاحتوائه على معدن البوتاسيوم الذي يعزز من تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى القضيب. يحتوي على نسبة عالية من معدن الزنك الذي يساعد على تعزيز الخصوبة عند الرجال عن طريق زيادة عدد الحيوانات المنوية وتحسين جودتها وحركتها. يساعد على تعزيز القدرة الجنسية عن طريق زيادة مستويات هرمون الذكورة التستوستيرون بالجسم. الحماية من الإصابة بالضعف الجنسي، ويرجع السبب إلى المحتوى العالي للمشمش من مركبات تتمتع بخصائصها المضادة للأكسدة التي تساهم في تثبيت نشاط الشوارد الحرة بالجسم. تقليل الإصابة بالتهاب البروستاتا بفضل محتواه الجيد من الفلافونويد والأنثوسيانين اللذين يساعدان على تقليل الالتهابات بالجسم. يعد المشمش آمناً نسبياً عند تناوله باعتدال، ولكن قد يسبب بعض الآثار الجانبية، مثل قد يكون لدى بعض الناس حساسية من المشمش المجفف، كما يمكن للكبريتات الموجودة في معظم الأطعمة المجففة أن تؤدي إلى نوبة الربو. تجنب تناول بذور المشمش لأنها يمكن أن تسبب تسمم السيانيد لدى بعض الأشخاص. الإصابة باضطرابات في الجهاز الهضمي خصوصا عند تناول المشمش غير الناضج، الإصابة بالصداع والحمى وآلام المفاصل والعطش والخمول عند الإفراط في تناول المشمش. في النهاية، تتعدد فوائد المشمش للجسم لاحتوائه على عناصر مهمة ومفيدة للجسم، ولكن من المهم الاعتدال في تناوله لتجنب أي من أضراره. إذا أعجبكم الفيديو اضغط لايك وشارك الفيديو مع أصدقائك. بانتظار تعليقاتكم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.